مع النادي الاهلي، واحنا بنقول 3 دوري، بطوله كاس مصر، 2 سوبر مصري. البطوله الاغلى في مشوار علي معلول في بطولاته مع النادي الاهلي هو الدوري السنه اللي فاتت 2019 وسوبر الزمالك 3-2. يعني دول البطولتين الاغلى بالنسبه لعلي معلول. عايز اتكلم شويه باستفاضه عن بطوله الدوري السنه اللي فاتت. يعني انا من وجهه نظري واحنا يعني بنتابع البطوله وكنا بنشوف بطوله الدوري دي من اغلى البطولات في تاريخ النادي الاهلي. تعرضتوا لضغوطات كبيره جدا خلال البطوله دي. يعني فما حاجه ممكن الناس ما تاخذش بالها منها. يعني احنا في 6 شهور خسرنا 2 افريقيا وطلعنا من البطوله العربيه. يعني لو كان فريق ثاني كان انهار. وكنا بعاد في الدوري، كنا مركزين على افريقيا ومركزين على بطوله افريقيا اللي بعدها. يعني كان اي فريق ثاني لو ما عندوش الشخصيه وما عندوش مبادئ بتاعه لا كان نزل درجه ثانيه. لكن احنا شخصيتنا والعهد اللي قطعناه كلاعبين مع بعضنا خلتنا انه نكونوا بعاد اخر الدوري. كملنا الدوري فارق 8 نقاط على المرتبه الثانيه. يعني شخصية النادي الأهلي هي اللي عملت الإنجاز ذاك. هو مش إنجاز، لكن في المرحلة الصعبة النادي الأهلي قدر إنه يرجع في الدوري وياخذ الدوري. علي معلول كل ما بيتكلم يقول مبادئ النادي الأهلي، مبادئ النادي